اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم خليني ابدا بيك ايضا، واحنا بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا. نعم. وموسيماني بيختار اربع او ثلاث فرق من اقوى الفرق الافريقيه. اكيد طبعا قرعه في وجهه نظري صعبه، قرعه مش سهله، وبرده مش عايزين نجرف للكلام ان النادي الاهلي وقع في قرعه سهله والانديه في السودان بتواجه بعض المشاكل. طبعا ده حقيقي فعلا، ولكن لازم احنا مستعدين وشايفين ان المحافظه على لقب دوري ابطال افريقيا يا كابتن اسلام الموسم الثالث على التوالي امر صعب للغايه، يعني مش سهل خالص. احنا هنلاعب سان داونز للمره الثالثه على التوالي، المره دي في دور المجموعات، يعني على تاني، يعني هنا بقى في نظام تجميع نقاط مش نوك اوت زي السنتين اللي فاتوا. المريخ والهلال طبعا حتى مع كامل الاحترام للظروف بيمر بيها، ولكن يبقى طبعا انديه كبيره واسماء كبيره، وشفنا حتى مباراتنا مع المريخ السنه اللي فاتت في العوده كبيره واسماء صعبه جدا. وحتى احنا اتعادلنا في الدقيقه 90 بجون ياسر ابراهيم. اتمنى على المستوى الشخصي ان يعني الاشقاء في الناديين طالما ان هم اكيد في بعض المشاكل في موضوع اللعب داخل السودان، وان كان في بعض الاخبار اللي بتقول ان نادي الهلال منتظر وفد لجنه من الكاف في شهر يناير عشان يعملوا يعني متابعه لحاله الملعب بشكل اخير. بس نادي الهلال والمريخ الحقيقه من الانديه المحبه الحقيقه، والجمهور السوداني جمهور محب للجمهور المصري، وان شاء الله تبقى الامور جيده واللي يحصل يحصل، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه ان شاء الله. هيعملوا اربع ماتشات في مصر تبقى الدنيا حلوه يعني الناس كلها. طيب